السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة، وازاي تصنع صنايعي او شداد للحمام بتاعك. قبل ما نخش في اي حاجة، بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتسر تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. شكل الغية بعد ما احنا شطبناه، ادي اهو الباب بتاعها، وادي اللي جنبه ايه جنب ده، برضو ده عنا جنب المصاطب، ادي الجنب ده برضو خدناه معانا، الوش من اوله لاخره اهو، وادي النضارة بتاعتها كده. تمام كده زي الفل، والدنيا زي الفل، ومش هنعمل اي حاجة تاني غير بقى شبكة العمارية اللي احنا ايه هنشدها. والقصة دي بخصوص الدهانات، الدهانات احنا فنشنا كده، مفيش حاجة هتدهن تاني. طيب الحمام ده يعتبر اخر يوم ليه النهارده، خلاص احنا فنشنا الغية بتاعتنا كلها، كنا بنفتح لهم يوم بعد كل 3-4 ايام، فخلاص النهارده ده عشان لقيت فيه يعتبر ريش من اللي هو التلاتات، ابتدى بقى اللي هو يقع من الحمام ده، خلاص يعني الحمام ده دخل في سن التلاتات، سن التلاتات ده المفروض الحمام يستريح فيه. الحمام ده عشان سنه صغير فيبدا يخلص معاه بدري، فالفتره دي المفروض اللي انا بقى اريحه، وهنقول لك هنتعامل معاه ازاي واحده بواحده كده. طيب الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، الموضوع النهارده حد كان مكلمنا على الواتس بخصوص الجرارات، لازم انا اجيبها من بره ولا انا اعرف اصنع فرد حمام منهم، ولا اجيب شداد وافرخه، قصه كبيره كده. فاحنا قلنا ايه، احنا ردينا عليه وما تاخرناش عليه في اي حاجه، ولقيت الموضوع كويس، فاحنا حبينا برضو اللي احنا ايه نضيف للناس كده كم معلومه، زي ما انت استفدت غيرك يستفاد، واحنا في الاول وفي الاخر كلنا بنكمل بعضنا وكلنا بنفيد بعض. فابقوا معنا راجعين. ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في الدنيا. النهارده ان شاء الله اللي احنا هنتكلم فيه ازاي تصنع جرار للحمام بتاعك، او شداد، او فنجري، ايا كان المسميات ايه، هي بمصطلح واحد، قائد الحمام اللي بيسوق الحمام، اللي بيطلع في اولهم وبيبتدي اللي هو يخبط لهم وبيعتمدوا وراه، ده اللي هو احنا بنسميه. في ناس بتسميه جرار، في ناس بتسميه شداد، في ناس بتسميه سحيب، ايا كان اسمه ايه. يبقى احنا عشان نكون متفقين مع بعضنا كده، الاسم بتاعه اللي هو جرار الحمام بتاع الغاية. طيب هو انا لازم انا اجيب فرد حمام يكون بيجر عشان خاطر افرخه وعياله تطلع بالجر؟ هو فرد الحمام اللي بيجر ده ما اتولدش اللي هو بيجر، ما اتولدش اللي هو بيجر، عشان تكون برضو اللي احنا متفقين يا جدعان، قصة اللي هي الطبيعة بتاعت الحمام دي، مش كل فرد حمام بيعمله فرخه يجي زيه، يعني مش مثلا اللي يعتبر فرد الحمام اللي بيجر ابنه لازم يجي جرار، مش فرد الحمام الدريب وما فيهوش دماغ ابنه لازم يجي ايه دريب، مش فرد الحمام التفيف ابنه لازم يجي تفيف، لا دي طبيعة حمام وسلوك حمام، وبرده في الاول وفي الاخر بترجع لمربي الحمام. ممكن انت فرد حمام بيتف معاك، اجي ناخد منه زغلين اصنعهم في وسط الحمام بحرفه، ما خلوش اللي هو يطلع منهم كده، ما خلوش اللي هو يطف منهم. ممكن فرد حمام يبقى ضريب، تيجي تفرخه انت ترمي الحمام بتاعه على اصحابه اللي انت ماسكها، يعني ترمي ابنه على اصحابهم اللي انت ماسك منهم يعتبر ابوهم، ما يعرفوش اماره فرد الحمام اللي هو ما يلمحوش فرد الحمام، ويبقى جامد على اي حد. يبقى معنى كده مش ابن الضريب ضريب، ولا ابن التفيف تفيف، ولا ابن الجرار يطلع جرار. دي نقط اللي احنا لازما برضو نبقى مستوعبينها واحنا بنتكلم. طيب انا دلوقتي عشان خاطر اصنع جرار للحمام بتاعي، ناخدهم ابسط حاجه، يقول لك هات دكرين من بره، هات دكرين من بره وحطهم في وسط الحمام هيبقوا جرارات. مش اي فرد حمام يا جدعان بيبقى هو جرار في قلب الغيه. ممكن انا في غيتي اصنع جرار من تربيتي انا، ممكن انا في قلب غيتي في قلب طرايح انا بربيها اصنع جرار للحمام ده، ومعظم الناس بتعمل كده. اللي هو ايه، شايفين فرد حمام مثلا يكون ايه كبير ومخضر وفرد حمام فاهم، يجوا مربين طريحة زغاليل، وطريحة الزغاليل ما بتبتديش اللي هي مش عايزه تمشي، يعني لسه ما اتحركتش من المكان بتاعها، بيبداوا اللي هم يزرعوا فيها واحد واثنين وثلاثه عشان يجروا وياخدوا الحمام ده، وده بيبقى اكبر غلط. اللي انت تحط حمام كبير
في وسط زغاليق اللي هي تسوق الزغاليق. سن الكبير ده ودماغه وتركيزه وفهمه غير اللي هو الزغلول الصغير. الزغلول الصغير الحمام الناصح قوي ما بيمشيش جهجهوني. الحمام بيبدأ اللي هو يركب العالي وبيبدأ اللي هو يتمرجح واحدة واحدة، ما بياخدوش السكة وشهم. ما تقلقش من الحمام اللي هو بيبقى رابط في المنطقة ده، تفتكر اللي هو ضعيف. ده في حمام جامد قوي ومش عايز يتحرك من منطقته غير لما بيكون واثق 100% اللي هو لو اتحرك هيعرف يرجع للمكان. فانا ما جيش ازرع انا فردين حمام كبار في قلب الحمام بتاعي اللي هم شويه الزغاليل عشان خاطر اللي انا اصنع لهم جراج بايديا. دي بتبقى نقطه غلط. احنا هنتكلم برضو ايه واحده واحده مع بعض. هنتكلم من بدايه الزغاليل، وهنتكلم لو انت بص غلبت خالص وعايز يا عم اللي انت تخش في منطقه عند اصحابك غير المنطقه اللي الحمام بيمشي فيها. في فرق بين اللي هي عايز تخش منطقه او تعكس اللي هي المشوار بتاعك غير اللي انت تصنع لهم جرارات من غير ما هم يكونوا مشوا ولا حفظوا السكه بتاعتهم. طيب اول حاجه، لو انا مربي طريحه زغاليل تاكد 1000000% طريحه الزغاليل بيطلع فيها لا واحد لا اتنين من طريحه الزغاليل دي. من طريحه الزغاليل دي بيطلع فيها لا جرار لا اتنين. طب هم بيطلعوا ازاي؟ بتبقى ثقه مكتسبه لفرد الحمام. ثقه فرد الحمام واثق في نفسه قوي ومستجدع نفسه في نفس الوقت، فبيبدا اللي هو يطلع قدام الحمام عايز اللي هو يرقصه، عايز اللي هو يرقصه. وبرده عشان خاطر تبقى عارف الجرارات دي مش فرد حمام لازم مميزات وصفات فيه، يعني مش لازم اللون ثابت، مش لازم فرد حمام معين، لا ممكن تيجي في جريزلي، ممكن تيجي في جمعيه، ممكن تيجي في شامي، ممكن تيجي في فرد حمام غزار، ممكن تيجي في فرد حمام كونير. برضو كل ده بالحمام الجرارات دي بتبقى ثقه مكتسبه لفرد الحمام، وبيبدا اللي هو زي فرد الحمام اللي هو بيبقى فارض سيطرته في قلب الغيه بتاعتك. في حمام بيبقى فارض سيطرته على الظهر بتاعك، في حمام وهو طاير بيبقى فارض سيطرته وعايز الحمام كله يمشي على الدماغ فرد الحمام، على دماغ فرد الحمام. ده انا مربي طريقه زغاليل وطالع فيها واحد ولا اتنين، طب انا مش عارف اميزه ولا مش عارف اللي انا اوصف ان الجرار ده، لان انا بشوف واحد بيخبط كده الحمام يجي يمشي ويروح راجع تاني عشان واحد بيقشر له الناحيه دي. فانت الحمام عشان خاطر اللي انت تظبط اللقطه بتاعته، ما انا بقول لك بيطلع واحد لا اتنين من قلب الطريق، عشان كده بتلاقي ساعات طرايح بتعمل نفسها حتتين، شويه بيمشوا كده وشويه بيمشوا كده. ما سالتش نفسك انت بيقسموا نفسهم حتتين ليه؟ لان بيبقى في فرد حمام عايز يمشي نفس الاتجاه ده، وفي فرد حمام بيبقى ماشي على الاتجاه ده. تلاقي اللي هو الطريحه بتاعتك عملت نصين، مشوا كده ومشوا كده. طب انا اوظف بقى اللي انا على المشوار بتاعي ازاي فرد الحمام؟ رؤيتك انت فيهم واللي هي الطريحه بتاعتك كده بتبتدي بتشوف ايه اللي قد. المؤشرات اللي هي بتدل على الجرار، بيطلع اول حمام بيبدا اللي هو يقشر لهم، بيبدا اللي هو يخبط لهم قدام، مشي قدام شويه الحمام ما طوعش بيرجع لهم تاني. ده الجرار اللي ناصح، ده الجرار اللي مستنبه لنفسه، يرجع لهم تاني لغايه ما يعدلوا وشه عليه على الاتجاه اللي هو عايزهم يمشي فيه. طب التاني بيعمل كده الناحيه التانيه والحمام انا ايه ربط لي في المنطقه ولا عايز يمشي كده ولا عايز يمشي كده، يجي يتحرك شويه كده يرجعوا تاني عشان اللي بيشد الناحيه دي، يجي يمشي كده يرجعوا تاني عشان اللي بيشد الناحيه دي. انا عايز امشي في انهي اتجاه؟ انهي السكه اللي مريحه ليا؟ انهي السكه اللي هي الحماية اللي انا عايزها تخش في الاتجاه ده ولا تخش في الاتجاه ده؟ طيب لو انا عايزهم في الاتجاه ده برفع الشدات اللي هو بيخش على الاتجاه ده، لو انا عايزهم من الناحيه دي يبقى برفع التاني عشان اوظف فرد الحمام ده على الاتجاه ده، واوظف طريقه الزغاليل بتاعتي تمشي على الاتجاه اللي انا عايزه. ايا كانت الطريقه اللي هو الطريق اللي انا عايز امشي فيه، فانت لو هم طالعين منهم اتنين بتبدا اللي انت تحجز منهم واحد. يا عم ده انا نفسي في واحد، ما انا بقول لك هي في كل طريقه بيطلع والله فيهم واحد واتنين وساعات ثلاثه كمان، بس اهم حاجه انت توظف صح، اهم حاجه توظف صح. في ناس تلاقي فرد حمام بيطلع من الحمام وبياخد بعضه وعايز يمشي يقول لك ايه ده بص بيطرف من الحمام ابدا احجزه، لا ده هو فرد الحمام عايز ياخد ثقه جامده عشان خاطر اللي هو يبدا يجر في الحمام بتاعه.
طيب انا دلوقتي لقيت اللي هو السكه ده وحجزت واحد منهم، خلاص ابتدى الحمام اللي هو يعتمد ورا فرد الحمام وياخد بعضه ويمشي، خلاص بسيبه اسبوع 10 ايام والتاني ببدا اللي انا اطعمه في قلبه. ممكن اوظف حمام على حمام تاني، ممكن اوظف حمام على حمام تاني. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عايز امشي الاتجاه ده ممكن احط ده بعد ما اللي هم يحفظوا الحمام بتاعي لمده 10 ايام ولا 15 يوم، يحفظوا المشروع بتاعي، ممكن احط ده في وسطهم يجي اللي هم بيعملوا بيه كده اهو مش مطوعينه، هم اللي بيمشوا الكتره بتمشي الناحيه دي، يبدا اللي هو يتوظف على الحمام ويبدا اللي هو يمشي كده بطبيعته اللي هو هيجر، بس هيطلع ويمشي الناحيه دي. طب انا لو عايز امشي على اللي هو الاتجاهين باجي اللي انا احجز ده، لو انا عايز امشي بقى احفظ الحمام المشوارين بحجز ده وبخلي ده اللي يسوق، عايز اللي هو الناحيه دي بحجز ده وبطلع ده، حسب الاتجاهات اللي انت عايزه بتسيب لهم فرد الحمام بحيث ان هم يحفظوا السكه. طيب في الوقت ده، في الوقت ده ممكن بعد المشاوير دي حفظوا ده وحفظوا ده، هيبدا ان انت لو حطيت فيهم الاثنين الحمام هيمشي الاتجاه ده ويمشي الاتجاه ده. ده بالنسبه للبرارات اللي بتطلع في وسط البرايح الزغاليل. طب انا دلوقتي يا عم عايز اصنع جرار مربي طريحتين مع بعضهم، وعايز اصنع لهم جرار مميز، بيت عندي جامد وانا عايز اللي هو يبقى القائد بتاعهم، عايز انا يبقى ده القائد بتاعهم. لو انا مربي طريحتين زغاليل بشوف السن الكبير وبشوف انهي فرد حامل اللي انا مثلا عايزه يبقى الجرار بتاعي والطريحه الصغيره، باخد ده بس ما بيكونش بيسر، يعني بيكون الفرق ما بينهم رشتين ولا حاجه، باخد اللي هو من الطريحة الكبيرة دي فرد الحمام اللي أنا عايزه يبقى جرار وبحطه في الطريحة الصغيرة. فرد الحمام ده بيكون مثلا اللي هو أمشوه، بيكون اللي هو مسك في قلب الحمام بتاعه، فاللي هو خلاص حفظ يعتبر المنطقة بتاعتك. طب دولت لسه بيقوموا يتفركشوا ولسه اللي هو بيشوطوا ولسه فيهم اللي بيطلع وبينزل، فرد الحمام ده هيبقى أكبر واحد فيهم سنيا. لما تيجي تصنعهم هو فرد الحمام اساسا هو دماغه حاضره لان هو كان بيمشي في الطريحه الاولانيه، فيبتدي اللي هو يطلع منهم وياخد بعضه ويبدا اللي هو يجر قدامهم، يبقى ده الجرار اللي انا بصنعه بايديا من طريحتين زغاليل اللي انا مربيه. ده بالنسبه للجرارات اللي انا بصنعها بايديا. ده انا دلوقتي عايز اجيب اتنين من بره عشان يخش منطقه ثانيه غير المنطقه اللي انا فيها. عندي مثلا بلد جنبي ولا منطقه جنبي بيرموا فيها، وانا عايز ان انا اخش المنطقه دي اخد فيها، اخد هناك مثلا في قلب المنطقه اللي انا فيها. طيب اول حاجه مش اي فرد حمام تجيبه من اي غيه ينفع اللي هو يبقى جرار في غيته، ركز للكلمتين دول، مش اي فرد حمام بتجيبه من اي غيه ينفع اللي هو جرار في قلب بيتك. الجرار ده انا بقول لك بيبقى ليه مواصفات، انت في جرارات بتصنعها بايديك في قلب غيتك، وفي جرارات بتجيبها من بره او شدادات بتجيبها من بره اسمها شدادات. شدادات بتشد على المنطقه اللي انت عايز تروح ايه تخش تاخد فيها، اللي هي المنطقه اللي انت عايز تخشها. طيب بطبيعته لازم يكون شداد وفرد حمام واعي اللي هو ياخد الحمام على كتفه ويمشي، عشان انت لو جبت اي حمام من اي منطقه وعايز اللي انت تحطه ده ممكن طبيعته مش جراره، ممكن طبيعته ما بيجرش، يجي في قلب الحمام تيجي تفتح له هيخبط لهم، بيخبط لهم اللي هو بيحسس، ما بيخبط لهمش اللي هو يسوق الحمام، هيعمل كده الحمام مش هيطوع، هياخد بعضه ويطلع منهم ويخرج منهم كده ويعتمد على المشوار بتاعه. لا انا لما اجيب جرارات من منطقه تانية لازم أن تكون بالجر عند صاحبها، لازم أن تكون بالجر عند صاحبها. في بقى اللي هي مثلا في يعني في ناس تديك مثلا اتنين بيع وشراء، في ناس تديك اتنين محبه، انت اتنين واديني اتنين عشان تخش لي على المنطقه بتاعتك، عايز انت بقى تلاقيهم حسب الاتفاق بيكون ايه. يعني في واحد ممكن يبيع لك اتنين على تبات، يا عم انت ايه لغايه ما الحمامتين بتوعي يخشوا المنطقه عندك، وبعد كده يا عم انا كده كده مش عايزهم او مش محتاجهم، حسب الاتفاق ايه. ومش اي حد برضه هيديك فردين حمام اللي هم يجروا على المنطقه بتاعتك، يبقى انت عشان تكون فاهم مش اي حمامتين هتجيبهم من غيه يبقى هم دولت اللي بيجروا على قلب المنطقه الثانيه، لازم يكون بتابعتهم اللي هم جرارات عند اصحابهم عشان خاطر اللي هم ياخدوا بعدهم ويعتمدوا ويخشوا المنطقه اللي انت عايز تخش فيها.
ده الموضوع بتاعنا النهارده. معلش للاطاله هي جايه ورا بعضها كده، بس احنا حبينا ان احنا نلخص الدنيا على بعضها، نلخص الدنيا كلها كده مع بعضها، بحيث ان انت تستفاد وغيرك يستفاد والكل يستفاد. فهي دي طبيعة حمام، ودي رؤيتك في الحمام برضه. انت بتبقى عارف ده بيبقى وظيفته ايه وده بيبقى وظيفته ايه، عشان الحمام يا جدعان في حاجات بتتورث وفي حاجات ما بتتورثش في قلب الحمام. انت خبرتك انت اللي بتحدد الحمام ده كل واحد وسلوكه ايه، كل واحد وسلوكه ايه. عشان مش ابن الدكتور بيطلع على طول دكتور، ولا ابن الظابط يطلع ظابط على طول، ولا ابن الحرامي يطلع حرامي على طول. دي زي طبيعة بني ادمين، بيخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم. فهي دي طبيعة الحمام. ممكن يبقى حمام رجاله قوي، تيجي تحط الدكر على انتايه، الدم ما يلقطش على بعض، يجيب عيال خايفين قوي. في حمام بيبقى خايف، تيجي تحط على انتايه جامده، يجيب حمام اقسم بالله ما تشوف قمره الحمام بتاعه. فانا برضه حبينا ان احنا نوضح لكم الكلام ده. معلش اللي طالع عليكم، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كنتوا ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله. يا احلى ناس في الدنيا.